أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، وثائق مسربة تكشف حجم التغول الإيراني في العراق، تجنيد رؤساء حكومات ووزراء. في المدى، وثائق تظهر نفوذ إيران في العراق، قائد الاستخبارات العسكرية يبرق لطهران: نحن تحت تصرفكم. في الهيئة نت، حراسات مقر وزارة الصناعة تحتجز 100 متظاهر بعد استدراجهم إلى داخل مقر الوزارة. في القدس العربي، أمريكا تهدد بفرض عقوبات على المسؤولين العراقيين الذين اشتركوا في قتل المحتجين. في الخليج الإماراتية العراق، طلاب المدارس والجامعات يعودون بقوة إلى الاحتجاجات. في الزمان، حشود المتظاهرين تتوافد صوب التحرير، والخلاني مدعومة بحملات تبرع. وفي اندبندنت عربية، 70% من المحافظات الإيرانية تنضم إلى الاحتجاجات، والحرس الثوري يتوعد بالقمع. أهلا بكم. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً تكشف فيه عن مئات التقارير الاستخباراتية الإيرانية المسربة عن عمق نفوذ طهران في العراق. وقالت الصحيفة إنها تحققت مما يقارب 700 صفحة من تقارير كتبت في عامي 2014 و2015 من قبل وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، مؤكدة أن مسؤولين عراقيين سياسيين وأمنيين وعسكريين أقاموا علاقات سرية مع إيران. التقرير يلفت إلى أن الوثائق تكشف عن الحملة الشرسة التي قامت بها إيران لتضمين نفسها في السياسة العراقية، مشيرا إلى أن الوثائق تكشف عن سنوات من التأثير الإيراني في العراق والعمل الدؤوب الذي قام به الجواسيس الإيرانيون لاختيار القادة العراقيين ودفع المال للعملاء العراقيين الذين يعملون مع أمريكا لتغيير مواقفهم واختراق كل ملمح من ملامح الحياة السياسية والاقتصادية والدينية في البلد. وتؤكد الصحيفة أنه لم يصل أي عراقي لمنصب رئاسة الوزراء دون مباركة من إيران. وينوه التقرير إلى أن الوثائق المسربة تقدم صورة مثيرة للدهشة عما يجري داخل النظام الإيراني، فهي تفصل الطريقة التي وقع فيها العراق تحت الهيمنة الإيرانية منذ سقوط صدام حسين عام 2003. فقد أدى الغزو الأمريكي لجعل العراق البوابة التي وسعت التأثير الإيراني من الخليج إلى البحر المتوسط. وتقول الصحيفة إنه مع أن الوثائق الأمنية الإيرانية تؤكد ما يعرف عن دور طهران في العراق، إلا أنها تفصل الطريقة التي حولت فيها أمريكا وإيران البلد لساحة لعملياتهما التجسسية، وتقدم تفاصيل لم تعرف من قبل عن السياسة الداخلية الإيرانية. نيويورك تايمز الأمريكية أضافت أيضاً وأشارت إلى أن الوثائق المسربة تقدم في معظمها تقييماً نهائياً لدور أمريكا في تعزيز الهيمنة الإيرانية، لافتة إلى أن الوثائق الإيرانية تكشف عن أن طهران واصلت انتهاز الفرص التي وفرتها لها أمريكا، فحصلت على الأرصدة الأمنية في العراق كلها عندما بدأت أمريكا بسحب قواتها وتخفيف وجودها هناك. إلى مقال آخر، ما كشفته التسريبات الأمريكية حول وثائق إيرانية تتحدث عن مصادر معلومات في الوسط السياسي العراقي تبيع أسرار البلد وتسمح باتساع نفوذ طهران، كل هذا لا يضيف جديدا للعراقيين البسطاء. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إن الجميع في العراق يعلمون مدى التغلغل الاستخباري الإيراني في الأجهزة والوزارات والهيئات العراقية، وما هي الجهات والأسماء التي تسهل لإيران ذلك التغلغل. بعض الوثائق التي تثبت عمالة سين وصاد متوافرة في الجلسات الخاصة لأقطاب السلطة، والوصول إليها كان دائما متاحا.
وصل الأمر بالعراقي عدم اكتراثه بما يسمع من معلومات جديدة عن الولاء السلطوي العراقي للأجهزة والحرس في إيران، لأنه بات مشبعاً بما اطلع عليه ولمسه في الحياة اليومية من مخازن ودناءات. كانت الأدلة واضحة وتتجلى في كل فصل سياسي في تبوؤ المتدني في مستواه العلمي والأخلاقي والقيمي المراكز المتقدمة في الدولة بحجة خيارات الديمقراطية ومبادئ العملية السياسية التي لا مبدأ لها من قريب أو بعيد سوى التوافقات التي تغطي على المفسدين والمجرمين ولا تصنع رموز الكاذبة وتمنحهم صكوك الغفران، بل إن لقب موال لم يكن يوماً مسبة لأحد، بل كان مفخرة من المفاخر التي يترقى بها السياسي العراقي ليكون نائباً في البرلمان أو وزيراً أو محافظاً أو مسؤولاً أمنياً أو من ذوي الدرجات الخاصة. فاتح عبد السلام يرى أنه بعد نشر تلك الوثائق أصبح أكثر وضوحاً للقاسي والداني شعار إيران برا برا وبغداد تبقى حرة، وباتت الانتفاضة العراقية في مرمى الشمس بوضوح شعاراتها التي تدعو إلى إزالة الفاسدين والعملاء والقاتلين وإعادة البلد إلى أهله الطيبين. الآن إلى صحيفة الخليج الإماراتية، وفي مقال منشور فيها كتب كاتبه: إن من حق الشعب العراقي الذي اكتوى بنار نظام الطائفية والمحاصصة الذي كرسه الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 من حقهم أن ينزلوا إلى الشوارع والساحات لاجتثاث نظام كهذا لم يقدم لهم على مدى هذه السنوات إلا الفقر والجوع والفساد ونهب الثروات من خلال ثلة من الفاسدين الذين حكموا البلاد والعباد باسم طوائفهم وتركوا الشعب يبحث عن قوت يومه فلا يجده. اعتقد هؤلاء أنهم تمكنوا من تدجين الشعب، لكنهم لم يدركوا أن الجوع كافر، وأن الجياع إذا ما ثاروا فإنهم لم يبقوا على أثر لمن حرمهم من الرغيف وفرصة العمل والماء والكهرباء وغيرها من أسباب الحياة. وإذ نرى الشعب العراقي يخلع ثوب الطائفية ويرفع علم العراق في الساحات تأكيداً لتوحده ورفضه للطائفية وأربابها، فإنه من جهة أخرى صوب في العديد من المدن بدءاً من بغداد وكربلاء والنجف والبصرة والحلة باتجاه إيران وبعض مؤسساتها الدبلوماسية، ورفع شعارات ضد تدخلها في الشأن العراقي، وهو بذلك أراد أن يعلن رفضه لأن يكون تابعاً لأحد من خلال منطلقات مذهبية كما يريد البعض، مؤكداً الولاء للعراق فقط كوطن جامع لكل العراقيين. العراقيون إذ يطالبون باجتثاث الفساد والمفسدين والطبقة الحاكمة، فإنهم نبذوا الطائفية وصناعها ومرجعياتها، وعدوا إيران تتحمل جزءاً من المسؤولية في كل ذلك. وتقدمت التظاهرات مدن الجنوب وأهلها الذين رفضوا التبعية باسم المذهب. الشعب العراقي في انتفاضته المستمرة على الرغم من تعرضه للقمع وسقوط عشرات الضحايا يومياً، فإنه يكتب تاريخاً جديداً للعراق، وسيرغم كل من تسببوا في إذلاله ونهبه وكل سراق المال العام على التنحي جانباً أو المثول أمام القضاء لاسترداد ما نهبوه. وتختتم الصحيفة بالقول إن الشعب العراقي يبدو أكثر تصميماً على المضي في انتفاضته إلى أن يقتلع كل ما تركه الاحتلال الأمريكي من مصائب وعلل، وفي المقدمة الدستور الحالي الذي لم يعد له نصيب في حياة العراقيين، ولن تكون هناك طائفية ولا محاصصة ولا تقاسم مغانم في العراق، كما لن يكون هناك نفوذ لإيران ولا حتى لغيرها على أرض العراق، لأن الشعب قرر أن يكون حراً. في مقال للكاتب مثنى عبد الله نشره في صحيفة القدس العربي جاء في مطلعه:
في الانتفاضة الشعبية الشبابية التي انبثقت في الأول من شهر تشرين الأول الماضي، برزت صفحات مشرقة سطرتها جحافل الفقراء والعاطلين والمحرومين والمهمشين. كانت في كل واحدة منها ملايين المعاني والدروس والعبر التي لا يمكن إلى أن يتوقف التاريخ عندها حتى يسجلها بأحرف من ذهب. أهلنا في الجنوب أبوا إلا أن يثبتوا لكل الأصوات الطائفية من كل الاتجاهات بأنهم يستندون إلى إرث حضاري كبير وقيم عربية وإسلامية، وإن صفحاتهم في التاريخ الحديث ما زالت منيرة بمواقف مشرفة حين تصدوا ببسالة منقطعة النظير إلى الغزاة الإنجليز والإيرانيين في حرب الثماني سنوات، وإلى الغزو والاحتلال الأمريكي المستمر حتى اليوم. وكان لابد من إضافة سفر جديد يسجل لهم من خلال المشاركة الفعالة في انتفاضة تشرين. لقد خرجت محافظة ذي قار عن بكرة أبيها ضد الظلم والتهميش، متحدية السلطتين المحلية والمركزية والميليشيات المسلحة التابعة لإيران الذين ظنوا أن أهلنا فيها قد باتوا الدرع الأول للدفاع عنهم، وأن مصائرهم باتت مرتبطة تماما بمصيرهم، ولأن الثورة باتت حقيقية حية في كل شوارع المحافظة وأحيائها، وبعد أن عجزت الميليشيات المسلحة والأجهزة الأمنية عن التصدي للمتظاهرين، فقد قامت السلطات المركزية بإرسال قوات التدخل السريع إلى المحافظة وأعلنت حظر التجوال وقطعت المدينة عن العالم الخارجي تماما. كي ترتكب جريمة بشعة بحق الأهالي استخدمت فيها كل وسائل القمع والترهيب وحتى الرصاص الحي، وراح ضحيتها العشرات من المواطنين والمئات من الجرحى، في حين تجوب هذه القوات اللازقة بحثاً عن بقية المنتفضين. الكاتب يرى أن السؤال الأبرز هو لماذا تتضاعف القسوة الوحشية ضد أهلنا في الجنوب خصوصاً في محافظة ذي قار؟ والجواب هو أن أحزاب الإسلام السياسي الشيعي والميليشيات المسلحة كانت كلها قد استخدمت المواطنين في هذه البقعة الجغرافية كأساس لبناء أجنداتها السياسية والاجتماعية، لذا فإن خروج هؤلاء المواطنين ضدهم يقوض كل مشاريعهم ويعري أجنداتهم، وبالتالي لا يمكن التسامح معهم. الآن إلى مقال جديد. من الطبيعي أن ينتفض الشعب الإيراني على نظام في حال هروب أو على نظامه في حال هروب إلى خارج حدود إيران منذ 40 عاما. أكثر من طبيعي أن تشمل الثورة الشعبية كل إيران، وذلك بعدما طفح كيل المواطنين العاديين من الدجل الذي يمارسه في حقهم ذلك النظام، والذي جعل نصف سكان البلد أي نحو 40 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر المتعارف عليه عالميا. خير الله خير الله، يقول في صحيفة العرب اللندنية إن الإيرانيين بدأوا يتأثرون بشجاعة العراقيين الذين لا يقاومون نظاما فاسدا فحسب، بل يقاومون أيضا المستعمر الإيراني. ما تشهده إيران هذه الأيام وتتويج لفشل نظام ليس لديه ما يصدره غير السلاح والبؤس والميليشيات والغرائز المذهبية، في حين يشكو الإيراني العادي من غياب لقمة العيش ومن صرف الأموال على حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن. في كل ما فعلته إيران في السنوات 40 الماضية كانت هناك حلقة مخفية اسمها العلاقة مع أمريكا. سمحت هذه العلاقة مع الولايات المتحدة للنظام بالبقاء في السلطة بعدما وجدت الإدارات الأمريكية المتلاحقة أن لديها مصلحة في بقائه. في عهد بوش الابن سلمت أمريكا العراق على صحن من فضة إلى إيران. كانت تلك الانطلاقة الثانية للمشروع التوسعي الإيراني الذي بدأ يعاني حاليا من تصدير أزماته إلى الخارج، أي إلى لبنان وسوريا واليمن والبحرين والعراق تحديدا. ليس لدى هذا النظام ما يصدره سوى الأزمات. ما صدره إلى العراق الذي كان ورقة أساسية لديه ارتد إلى الداخل الإيراني،
رأى الإيرانيون كيف انتفض العراقيون على نظامهم الفاسد، لم يجدوا من خيار آخر غير الثورة على نظام الخميني والولي الفقيه علي خامنئي. الكاتب يدعو كذلك إلى التعاطي مع الموضوع الإيراني بحذر، لكن ما يدعو إلى التفاؤل أن إيران كلها ثائرة على النظام القائم بكل ما يمثله من ظلم وظلام وظلامية، في وقت ليس ما يشير إلى أن وضعا غير طبيعي مثل وضع النظام الإيراني يمكن أن يستمر إلى النهاية. إلى المقال الأخير المتوفر بحوزتنا، وجاء في مطلعه ثلاث حلقات في سلسلة تتعرض أو في سلسلة الهلال الشيعي تتعرض لهزات شعبية عالية التوتر. عدوى الانتفاضة الشعبية تنتقل إلى إيران بعد أن هزت أركان نفوذها في كل من العراق ولبنان، وقبلها كانت سوريا، ولا تزال حتى يومنا هذا عرضة لزلزال الحرب فيها وعليها. عرب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن قرار رفع أسعار البنزين في إيران يشبه إلى حد ما قرار فرض ضريبة على خدمة الواتس أب في لبنان، فهو القطرة التي أفاضت الكوب الملآن أو القشة التي قصمت ظهر البعير. مظاهرات غاضبة عمت مختلف المدن مصحوبة بقتلى وجرحى وأعمال عنف وشغب، وعودة الصراع المفتوح والعلني بين أجنحة الحكم ومراكز القوى، بينما الرئيس دونالد ترامب يقف متفرجا وشامتا عن بعد وقد أخرج لسانه هازئا: ألم أقل لكم بأن العقوبات ستفعل فعلها؟ المدهش حقا أن قرارا كهذا يصدر عن حكومة بلد عائم فوق بحر من النفط. قبل أيام قلائل فقط كان الرئيس حسن روحاني يبشر الإيرانيين باكتشاف حقل للنفط في خوزستان يحتفظ في جوفه بنحو 53 مليار برميل، ما يكفي لإيران لعدة أجيال قادمة. الأمر الذي يثير سؤالا بديهيا: أين العلة فيما يحصل؟ وكيف يمكن لمن يسكن قرب نهر جار أن يقضي من العطش والجفاف؟ هل تفتقر إيران لمصافي تكرير النفط مثلا؟ لماذا لم تعمل على توسيع قدراتها على التكرير، وهي التي نجحت في تطوير برامج نووية وفضائية وصاروخية متطورة تحت الحصار وبرغم العقوبات؟ وما الذي تفعله إيران بمخزونها الهائل من النفط وهي غير القادرة على تصدير أكثر من بضع مئات ألوف البراميل يوميا؟ الكاتب يقول أيضا إنه لا أحد يدري كيف ستنتهي أزمة البنزين في إيران، ولا أحد يعرف أيضا كيف ستؤول وإلى ماذا ستؤول التطورات في الأحداث الجارية سواء في لبنان أو العراق. ولكن المؤكد بحسب الكاتب فإن إيران وحلفائها وهلالها ليسوا بأحسن أحوالهم اليوم، وأن التهديد الأكبر لاستقرار هذا المحور ونفوذه الإقليمي قد جاءه من حيث لا يحتسب، من الداخل ومن تحت جلده. إلى هذا الخبر الذي اخترناه لكم. يمثل التكافل بصوره المختلفة إحدى السمات البارزة التي تميز التظاهرات العراقية المتواصلة منذ بداية تشرين الأول الماضي، من قبيل تأمين الطعام للمحتجين في ساحات التظاهر، وكذلك توفير احتياجات أسرع يعني لأبنائها أو معيليها للاحتجاجات وللمرابطة أو المرابطين أيضا في ساحات التظاهر. جاء في الخبر أيضا في ساحة التحرير ببغداد نقطة الاحتجاجات التي تعد الكبرى ما بين المناطق العراقية المنتفضة، يمكن للمراقب أن يلاحظ عوائل عراقية مع مركبات محملة بالطعام الذي توزعه على المحتجين في مختلف الساحات، ويثمن العراقيون جميعهم انخراط شبان في الاحتجاجات من أجل تحقيق مطالب الشعب، وهي الحصول على حقوقه من خلال توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل. ولأن في ذلك أهمية كبرى يحرص الناس على دعم المحتجين والمقيمين في ساحات التظاهر من خلال تقديم المساندة إلى عوائلهم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فثمة سائق سيارات أجرة كثر
باتوا لا يتقاضون أي أبدال لقاء توصيل الشبان إلى ساحات الاحتجاج، لا سيما المتوجهين إلى ساحات التحرير. الآن إلى الكاريكاتير. كان هذا الرمز الذي وجدتموه في الكاريكاتير الأخير رمز يعكس حالة الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة في الضفة الغربية المحتلة، الذي أطلق الاحتلال الصهيوني رصاصة مباشرة إلى عينه اليسرى حينما كان يغطي الأحداث. وهكذا أظهر الكاريكاتير أن العرب في كل مكان، أو أغلبهم للأسف، وهنا يتحدث الكاريكاتير عن الإطار الرسمي، جاءهم أو وصفهم في الصورة بإطار لا أسمع لا أتكلم لا أرى. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في صدى الأقلام لهذا اليوم. طاب نهاركم وإلى اللقاء.